السلام عليكم خاوتي وحبابنا وناسنا، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبينا نضربوا بكم دوره خاوتي. هادو الحومات هادو يسكنوا هنا غير الالمان، خاطرش علاش يسكنوا غير الالمان؟ باسكو هادو شراو تراب وبناو راك فاهم، والاكثريه ما يكريوش، اكثريه حتى الكريه خاوتي باش يكريو لك ما يكريوش لاي واحد. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. المهم هنا الامن والامان، هنا ما عندها دير في بالك باللي صح هنايا كراجاتهم تلقاهم مفتوحين مثلا، ها تلقى الكراجات مفتوحين، تلقى فيلواتهم محطوطين طرف الطريق، واحد ما يتوشيهم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. شوف شحال شابه هو، هايله ما شاء الله، تلقى حومات ضيقين متفاهمين الجيران، العياط ما كاش هنا. صح هنا خاوتي، هنا العشرة تاع الليل ودقيقة تعيط يجيبوا لك بابك، هنايا ما يرحموكش كاع، مش كيما في الباطيمات شوية يغمضوا عينيهم، كاين اللي مكسرش راسو. شوف من راه الواد من هنا يا خاوتي، الله يبارك ما شاء الله. المهم كي تدخل في الحومات منا ومنا يا حسرة، تلقاو هنايا الغوة كما قال الالمان، معنتها ما كانش قاعد تكسر الراس. الله يبارك ما شاء الله، ان شاء الله نولوا هكذا احنا بلداننا ثاني، يولي هكذا، يولي هكذا الغوة هكذا داير حاله. المهم حبيت برك قلت لكم خاوتي انا وين نكون مرتاح، وين نكون منظر شباب، ما نبخلش خاوتي، نحب نوريكم الحومات كيفاش نقاي خاوتي. راهي الثمانية غير ثلاثة دقايق، شو دي الدار هذي شحال شابة، شو ودايرين لهم بيبليسيتي تاع السيرك، عندهم السيرك يجي هذه الايامات، هاي مكتوبة هنا يا سيركوس اليساندرو. الله يبارك قلت لكم ما شاء الله، انا هكذا نحب نسكن خاوتي. نهار اللي كنت جديد في الالمان كنت نحوس شغل نسكن في لي غرونفيل، وكشغل راك فاهم شغل وين زعما هكذا تلقى روحك، بس كنت تكون صغير في العمر وتكون عندك ما عندكش الخبره، تحب تولي تسكن غير وين كاين الحس والتطبع والغاشي. بصح من بعد مع مرور الايام كي تولي عندك الخبره الحياتيه تولي تقول نو، نجي نسكن في حومات كيما هذو كال، ما كاين لا حس لا تطبع لا والو. شو نزيدو ندخلوكم منا تشوفوا، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، راني حابكم تجي تشوفوا. باسكو هذه الحومه هذه نجي نلعب فيها البانو، نجي نلعب فيها البانو مره في السمانه. وواحد الوقت كنت ساكن عند واحد السيد كاريلي، هو كاريلي افطروا تاعو وباني فيلا هنايا، باني فيلا لتحت ليه والفوق لولادو. شوف هنا كيفاش راهي الكام، كاين واحد السيد هنا يا خاوتي لو كان يخليني ندخل دارو كنت لقى به، نقولو عنده زين تاع الحطب، عنده واحد 30 طوموبيل تاعو، عنده غير هذوك الطوموبيلات اللي يديرو 400,000 و 300,000. الله يبارك، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبيت برك قلت لكم خاوتي نوري لكم، شوف حتى من الحومات مثلا، شوف منا غير نوار وغير الله يبارك، كل واحد غارس قدام النوار، يحب النوار يدير النوار. وها هو الصطاد اللي يا خاوتي نجي نلعب فيه. هذا هو اللي ما في نجي نلعب فيه، بصح دوكا راهم دايرين لو ممنوع تلعب فيه دوكا خاوتي، راهم يداويو فيه ولا ما باليش الحشيش تاعو ولا. المهم هنا ثاني صالة تاع السبور. المهم اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، وبعد الفاصل سنواصل، صلوا عليه. عدنا والعود احمد خاوتي، شوفوا مثلا حبيت برك نوريكم الدار، شوف الحومات كيفاش دايرين، شوف واحد ما كاين النقا، وشوف حبيبنا داير حيط، بصح حيط تاع النبات يا محاينه،
حائط اخضر يا جدك. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. دوك نزيد نصور لكم شويه، ما نقدرش نروحوا منا، نقدر نروحوا غير من شوف. مثلا شوف انا، شوف الناس عايشه في سلام يا محينك. وشوفوا الحطب خاوتي هنايا، دائما الحطب هنا تلقى عند الالمان اللي عنده الشميني، دائما الحطب دايره هنايا. كيجي البرد يجيب زوج واحد زوج حبات يرموهم في الشميني، يشد له نهار كومبلي. وصطادها لكم كما راكم تشوفوا. وهناك تشوف الناس غير بالفيلوات هنايا اون فامي، كل واحد عنده مرتو، ولا كل واحد مع صاحبه، ولا الله يبارك ما شاء الله. اللهم ربي يحفظكم يعطيكم الخير. حبيت برك نصور لكم شويه، قلت لكم شويه مناظر جميله. شوف منا ثاني الحومات، شوف منا عدروات، شوف منا ثاني، شوف منا ثاني، شوف اللي هيك راه غير الازهار والناس ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. شوف منا ثاني خاوتي، شوف هذه الحومه ثاني شحال شابه من، شوف شوف هنا السيد داير نواور داير، الله يبارك ما شاء الله. مام هنا قدام الدار، شوف قدام الدار هنا. الناس تحب الحياه، ما على باليش حنا يا خاوتي علاش ما عندناش هذه العقليه. تحب تسقم قدام دارك يجي واحد ياخذ السيد يغرس في الشجره والاخر ينحيها له، ما فهمتش والله ما فهمت. ولو كان حنا دير قدام دارك هكذا والله غير يسرقوا. انا على بالك خطرت وليت ما نحبش كي يكون هكذا مناظر جميله، ما نحبش نحكي على الحاجه النيجاتيف. بصح تلقى روحك تكومباري تكومباري روحك. انا في حومتي في الجزائر هذاك النهار كيهبط حاشاك يجوا يرموا الناس زبل قدام الدار كل يوم، تنوض تلقى شكارا زبل حاشاكم. شكون ربي يعلم. وشوف الحيطه هنايا الحائط الاخضر كيفاش داير، شوف ما يبنيوش خاوتي، يديروا سلك ويبنيوا عليه، يبنيوا عليه يبنيوا عليه، قلت كيبنيوا عليه يغرسوا فوقه حاجه خضراء تجي حاجه. شوف الله يبارك كيفاش تجي ما شاء الله تبارك الرحمن. المهم ان شاء الله ربي يهدينا، وان شاء الله ربي يصلح الاحوال، وربي يعطينا ما نتمنى. وشوف الطوموبيل هاو جاي، الطوموبيل هاو جاي، شافني انا جاي عندي الحق، دخل هو هاولي خاوي دخل وخلانيه في حقي. فاهم ما تقول له صح ما يقول لك صح، قانون حنا انت في حقك يدي ولك يجي يقول لك واش بيه حبيت تاكلنا. المهم تهلاو في رواحتكم وصلوا على رسول الله، وتلاقوا في ساعه زينه يا ناس الزينين، وربي يحفظ الجميع. عدنا العود احمدو من بلاصه واحده اخرى ثاني، بلاصه شابه هذه في راس الجبل خاوتي. شوف الناس واش دايرين ما شاء الله. اباك الزجاج ماش ممسوح، خساره ما تمدلكمش النظره الشابه. شوفوا هنايا يقول لك تمشي 30، دايرين واحد البلاصه ثم تاع شغل قاعده هكذا وللعباده ثاني. شوف منا شوفوا خوتي هذا حبيبنا واش داير منا، شوف دارو قاع شجور، شوف ثاني باش التربه ما تهبطلوش انجيرة في التربة وكاع. الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا خوتي راهي 28، واحد ما راه برا يا محامي. الناس خلاص خدمت وعيات وجاية تريح. ديجا خوتي كاين واحد الحاجة باغي نقولها لكم، هنايا ولاد الألمان دوكا راهم كونجي خلاص داو لي فاكونس. عباكم في العام خاوتي السبعة
يرقد 7:30 ماكسيموم يرقد الطفل، السبعة يرقد الطفل، ممنوع يسهر. شو من هذا شحال شابة، شو شحال زينين، ما يبير النوار النوار من شو تعيش تعيش في مشتالة يا محينة. اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله. كاين واحد البلاصة منها ثانية نطلعوا لها، شو الحومة كيف اخوتي الكال. المهم خاوتي لو كان نكملوها اذا نقعدوا شوية. المهم خاوتي تهلا في روحتيكم، صلوا على رسول الله وضرب الله يدعم خوك، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر في مكان اخر في بلاصة زينة كيما هادو الاماكن تاع السكنة هادو. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، صلوا عليه خاوتي والسلام عليكم.